معي مجددا دكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي المتخصص في القضايا الأسرية والمجتمعية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هاني. متى يتحول الموضوع إلى هوس من تقليد ما يمارسه هذا الشخص أو غيره، ويجب تنبه للموضوع، يعني ينتقل من إعجاب إلى إدمان؟ جميل جدا، أهلا بك السيدة ميسون وبالمشاهدين ومشاهدات الأكرام. أهلا وسهلا. الموضوع طبعا الكلمة المناسبة لما قد قرأناه في التقرير هي موضوع الهوس لو جاز التعبير، وهي مصنفة ضمن المفاهيم النفسية. طبعا اللي حاصل الآن أنه ربما الدراسة كانت في دول أوروبا مثلا مثل UK في بريطانيا أو في أمريكا. المشكلة ميسون احنا عندنا كمان لو جبناها على ناحيتنا على ناحية الدول العربية، في عندنا اللي هو هوس الهياط اللي هو المهايط، بمعنى لو كان عندنا مصنف أو متلازمة الهياط لو جاز التعبير بين قوسين. فبالتالي أنا عندي كثير من الأشخاص أو بعض الأشخاص، لازم نقول كثير، هم يتبعون كثير من المشاهير يلي للأسف يعني يمكن لو قلنا أنه بيتبع أمراء بريطانيا أو في UK يعني يمكن هم مشاهير يمكن يستحقوا ولو بعض الشيء من الاهتمام في تحركاتهم اليومية، لكن لما يكون الأمر لمتابعة بعض السخفاء، أنا آسف بين قوسين بهذه مثل الكلمة، مثل كثير من السخفاء اللي موجودين ويعتبروا مشاهير موجودين عندنا على السوشيال ميديا، الأدهى والأمر أنه لهم متابعين بالملايين. فنتعجب إن كيف هالانحدار يلي حصل في الفكر وفي السلوك بأن أتبع أحد السخفاء وأن أصل إلى مرحلة الهوس في تقليد ما يقدمه من سخف شديد ومن انحطاط، آسف للكلمة جدا، انحطاط أخلاقي وسلوكي يعلنه أمام العامة من خلال ما يقدمه هذا المشروع أو ذاك، ونتحدث عن البعض وليس عن الكل. تفضل. حتى في دكتور هاني يعني مثل ما قلت في الموضوع هيدا بيستفز أصلا كثيرين، أنه هيدا الكم من يلي عم بتابع هيدا الشخصية مثلا اللي لا تستحق يعني بالعديد من الحالات، هو يلي عم بخلي ينعطى قيمة لهذا الشخص يعني. وهذا كمان دلالة يا سيدة ميسون على أنه هل يعقل بأن المؤشر لارتقاء الفكر أو انحدار الفكر لأفراد المجتمع وصل به أن يصنف أنه أنا ممكن يكون عندي أفراد مجتمع متكاثرين يتابعوا سخيف أو سخيفة؟ هذا مؤشر خطير ويدلل على أن عندنا إشكالية في البناء الفكري لأفراد هذا المجتمع أو ذاك. إذا احنا عندنا إشكالية على مستوى الاتكاء على العلم، الاتكاء على الرقي في الفكر، الاتكاء في على موضوع السلوك، إذا احنا عندنا إشكالية ضمن منظومة كثيرة العناصر تحتاج إلى إعادة ترتيب، أولها إعادة ترتيب ما يقدم في البرامج والمناهج الدراسية. وإعادة صياغة الفكر والسلوك لدى أفراد المجتمع بشكل أو بآخر. أنا أشكرك جزيلا من جدة دكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي المتخصص في القضايا الأسرية والمجتمعية. شكرا أستاذ هاني.